نعم أيها الأحبة، إذا نبدأ على بركة الله. والمشترك الأول الذي ترشح من خلال آلاف الأصوات التي وصلتنا إلى مسابقة وجيهاً بالحسين من بغداد، السيد عباس الحسني. الرادود سيد عباس الحسني من الكاظمية المقدسة، من مواليد 1999. شكراً لله، توفقنا على القراءة على سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين عليه السلام من العمر 14 سنة. كل آل بيت رسول الله، كل من له خصوصية في القلب، أكثر شخصيتين قريبة علي وباب حوائج، ودائماً نندبهم بالأفراح وبالأحزان سيدي ومولاي فحل الفحول أمير المؤمنين عليه السلام، وسيدتي ومولاتي أم البنين باب الحوائج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المتسابق سيد عباس الحسني من الكاظمية المقدسة، أهلا ومرحبا. حياك الله. اللهم ربي سلام. أهلا ومرحبا. أفضل أعمال الصلاة على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. لسلامتكم ودفع الوباء والبلاء الثانية. الله صل على محمد وآل محمد. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان الثالثة بأعلى أعلى الأصوات. الله صل على محمد وآل محمد. لسان مولاي صاحب العصر والزمان يقول والنواعي والنواعي أحب طار البواكي، والله أحب طار البواكي، والنواعي والنواعي وونوان على زينة، والنواعي والنواعي أقضي الليل، والله أقضي الليل كله وأنا واعي وأنا واعي، أنا مشلون إذا عم تسبيح، أنا مشلون إذا عم تسبيح، والله والنواعي والنواعي أحب طهر البواكي. لخادم الحسين حسين حمدان الدلفي. والله والنواعي والنواعي أحب طار البواج، والنواعي والنواعي وونوان على زينب، والنواعي والنواعي أقضي الليل، والله يقول أقضي الليل كله وأنا واعي وأنا واعي، أنا مشلون إذا عم تسبي، أنا مشلون إذا عم تسبي. لسان مولاتي السيدة زينب عليها السلام تخاطب الإمام باب الحوائج الإمام الكاظم عليه السلام. لسلامتكم صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل. عم شينهي لأجعك حاجيني، متنكي لأذيك هم ياذيني، عم حقك لوتي يوجعي صواب المتين، مثل عمتك بالحزين قضيت عمرك قضيت عمرك، عمي الكاظم ونينك شق ذاني وذكرتني بالشمير من سلباني، عمي الكاظم ونينك شق ذاني وذكرتني بالشمير من سلباني،
أنا مثلك بالغروب ما حد جاني والخراب وهم سجين نفس المعاني عما أصبر لا تسد عيونك عندي خبرة خل داوم تونك عما أصبر لا تسد عيونك عندي خبرة خل داوم تونك جايب الجرح دواء تربى من طفنين ليش عم بلا ضوى قضيت عمرك قضيت عمرك عم شنهي ليوجعك حاجيني متنك يا ذيك هم يا ذيني عم حقك لو توين يوجعي صواب المتين مثل عمتك بالحزين قضيت عمرك والله قضيت عمرك الشاعر الموفق محمد الجماسي. بارك الله فيك سيدنا. أحسنت أحسنت. طيب الله أنفاسك. طيب الله أنفاسكم سيدنا العزيز. الله يبارك فيك إن شاء الله. خو ما تعبت. الله يبارك فيك إن شاء الله. إذن رأي لجنة التحكيم والبداية مع سماحة الشيخ عبد الصاحب الطائي أستاذنا وحبيبنا. حبيبي سيدنا موفقين بارك الله فيك. إن شاء الله نشوفك من خدمة الحسين المقبولين. الأداء طبعاً كان ممتاز وبقية التفاصيل من الأساتذة الكرام. مقارنة لطيفة كانت بين السيدة زينب وبين الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. السلامة عقائدية تامة. جميع ما تعرضت له السيدة زينب تسأل الإمام الكاظم أنه صار معك هالشيء صار معك هالشيء إلى آخره. إن شاء الله نشوفك من الموفقين في هالمجال. أحسنتم سماحة الشيخ. الحبيب الملا قحطان البديري تفضلوا ملاحظاتكم. سيدنا الحبيب طيب الله أنفاسك بارك الله بيك. أسأل الله أن فد وروح لك أن نجدك إن شاء الله على المنابر تجدو بهذه الحنجرة. كنت متسرعا بعض الشيء في قضية تناولك للمقام. كان من المفترض شوية أبطأ تكون. عامل الارتباك بين الحين والآخر كان يظهر. الارتجالات النغمية من ردت تنتقل من الحجاز إلى أنه تأخذ الجواب كان عندك إخفاق في 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 المسار. يعني كان الصوت غير منتظم في طبقة الجواب. أبدعت في العرب والترلات. أحاسيسك جميلة. أتمنى لك التوفيق. أحسنتم. خادم الإمام الحسين عضو لجنة التحكيم سماحة الشيخ الحبيب حسين الأكرف. حياكم الله سيدنا طيب الله وأنفاسكم بارك الله بكم. الحضور كان جميلا والإحساس كذلك. أتفق مع أخي الحبيب الأستاذ أبو عباس الغالي في موضوع التسرع. هناك بعض النفس في التنقل في النفس عندك شوية ما كان مرتب لهذه السرعة. كان ممكن البطء يضيف إليك إحساس أعمق وأداء نغمي أفضل. وإن شاء الله نراك متألقاً ووجيهاً بالحسين. وهم الله يساعده يعني يوقف قدامكم مثلاً لازم لازم شوي. هو سبحان الله صار الأول. أحسنتم بالتوفيق. أستاذ واثق تفضل ملاحظاتكم. حبيبي الحبيب الغالي سيدنا كل التوفيق لك. طاقة شابة وإن شاء الله يا رب تكون وجيهاً بالحسين. آمين. قوة وأحد يعني أحد مراكز القوة للرادود هو اختيار النص الحسيني. لأن بالتالي أنت تتحمل مسؤوليته من تقرأ. صح الشاعر أيضا عليه مسؤولية لكن أنت حلقة الوصل ما بين الشاعر والمتلقي. اختيارك كان جيد موفق. الله يحفظ شعرائنا. الإسقاط اللي ذكره الشيخ عبد الصاحب الطائي إنه المقارنة ما بين السيدة زينب ولسان حالها. أنا بس هي ملاحظة ما أعرف كلمة يقول اللي بالأبوذية كررتها مرتين أو ثلاثة. يقول نحاول قدر الإمكان أنه نترك كلمة يقول أو يقول الشاعر أو خليني أحس بك أنه أنت
تنقلني لهذه الحالة بدون كلمة يقول، أحسها يعني تسوي قطع بيني وبين الرادود. بس هي متعارف عندنا على المنبر أستاذ أبو أحمد عفو. نعم، إذا لسان حال هو يقصد يقول منو اللي يقول؟ اي بس قصدي على هذا ما يعني لسان الحال. لا، موضوع ثاني. موفق يا سيد حبيبي. احسنتم، حبيبي. شكرا لأحبة لجنة التحكيم، شكرا للمتسابق السيد عباس الحسيني. سيدنا عفو، من عمرك؟ المقدس 21. ان شاء الله العمر كله يا حبيبي. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لكم احبتنا لجنه التحكيم، ونتمنى لك الموفقيه السيد عباس الحسني من الكاظميه المقدسه. شكرا لك، موفق ان شاء الله، وان شاء الله دوما دائما وجيها بالحسين. اكو نوع من اكيد ارتباك شويه الجمهور، ما نقول بس هم ارتباك، نقول على قدر المسؤوليه انا امام صاحب الزمان، انه نريد نوصلنا فد بصمه لله وال بيت رسول الله. الاضافه من القحطان وتكلم فيه ومن حسين الاكرف الله يحفظه والاساتذه، اكيد يضيف للكثير، وان شاء الله بعد نستمر في حب الله وال بيت رسول الله اكثر، والاشاراتهم اكيد محاذه ونمشي بيها.